السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدين شباب، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا لي سويت نيميريك، المتتاليات العددية. هاد المتتاليات العددية هادو كاين الجزء الاول منهم او الجزء الاكبر منهم كاين في المستوى ديال السيزيام، وبالنسبة للجزء الثاني اللي مرتبط بنهاية متتالية عددية لا ليميت دي سويت نيميريك، هذا كاين الدرس ديال البكالوريا. دونك حنا غادي نبداو الفقره الاولى من هذا الدرس هذا، يعني غادي نشوفو كيفاش كنحسبوا لي برومي تيرم لا سويت، الحدود الاولى اللي متتاليه، غنخدموا بترجعيه. ثم غادي نشوفو كيفاش كنبينو ان سويت ماجوري مينوري بورني، متتاليه مكبره مصغوره محدوده. ثم كيفاش كنبينو متتاليه تناقصيه تزايديه، سويت كرواسونت ودي كرواسونت. يعني غادي ندير نموذج ديال التمارين اللي كيكونوا في الفروض او الاسئله اللي كيكونوا بزاف في الفروض واللي كيكونوا في الوطني بالنسبه للبكالوريا. دونك على بركه الله. دونك السؤال الاول والحاجه الاولى اللي خصك تعرف الى عندك سويت ريكورونت. لا سويت ريكورونت هي هذه، دونك كتكون معروفه بلو برومي تيرم، مثلا يو 0 ايتيغال 2 و يو ان بلس 1 ايتيغال 3 يو ان بلس 1 سور يو ان بلس 2. أولا نديرو موانز هنا ونديرو بليس دو هنا. دونك عندنا هنا هادي هي لا سويت ريكورونت. هنا غالبا كتكون يو صفر ولا يو واحد على حسب التمارين ديالك. الحاجة الأولى اللي خصك تعرف على لا سويت أو على المتتالية، كيفاش تحسب لي بخومي تيرم. مثلا كيطلب منك تحسب عندك يو صفر، كيطلب منك تحسب يو واحد يو جوج يو تلاتة وهكذا. دونك كيفاش غادي نحسبو باش غير نعرفو بعدا هاد لي تيرم هادا شنو هما. دونك عندنا لونسومبل ان، حنا خدامين في لونسومبل ان، اشنو هما الاعداد اللي كاينين في هاد المجموعه هادي؟ عندنا صفر واحد جوج ثلاثه وهكذا، فهمنا؟ هادو هما الاعداد الصحيحه الطبيعيه. اشنو كنقصدو بيو زيرو و يو ان و يو دو و يو تخوا اكسيتيرا؟ اشنو كنقصدو بهادو؟ هادو هما اللي كيتسمو لي تيرم دو لا سويت، الحدود المتتاليه اللي هما اش في الاصل، اللي هما صورة صفر بالدالة U وصورة واحد بالدالة U وصورة جوج بالدالة U وصورة ثلاثة بالدالة U. بحال كنديرو ليماج دان نوبو باغ اون فونكسيون. حيت شنو هي لا سويت؟ هي واحد لا فونكسيون اللي كتكون ديفيني سيغ ان، هي واحد الدالة المتتالية، هي دالة كتكون معرفة على ان او على جزء من ان. الا كانت الدالة واحد الدالة معرفة على ان مجموعة ان او على جزء من هذه المجموعة، دونك كتسمى ما كتبقاش تسميتها دالة عددية، وانما سميتها ولا تسميتها متتالية عددية. دونك المتتالية هي عبارة عن دالة معرفة على ان، على ان اتفقنا، او على جزء من ان، بحال ان نجمة، بحال ان نجمة باستثناء واحد وهكذا. دونك يعني الا بغيتي تحسب هاد لي تيرم هادو يو صفر يو واحد يو جوج يو ثلاثة بحال غتحسب الصور ديالهم، هذا في متتالية عادية. أما إذا كانت عندك متتالية ترجعية كي بحال هذه اللي عندنا، هذه كتسمى سويت ريكورونت. علاش سميتها سويت ريكورونت؟ غادي نعرفو دابا علاش. إلا بغينا نحسبو دابا إي واحد، إي واحد هاد واحد هادي، إلا ديكومبوزات لشي عدد زائد واحد، عطيني شي عدد إلا زدنا ليه واحد تعطينا واحد، فوالا دونك صفر. عندها يو صفر زائد واحد كتساوي. دونك شكون ان هنا؟ اين قيمة خداها؟ شنو هي القيمة اللي خداها ان؟ خدا القيمة ديال الصفر، يعني فين ما كان ان غادي نعطيوه القيمة ديال الصفر. دونك كتعطينا ثلاثة فين ما كان ان في الانديس هنا غادي نعطيوه القيمة ديال الصفر. ومنين غنجيب انا يو صفر؟ يو صفر غتكون عندي في المعطى اللي هي 3 في 2 ناقص 1 على 2 زائد 2، غتعطينا 3 في 2 6 ناقص 1 5 على 4، يعني يو 1 كيساوي 5 على 4. انا هادشي انا ما بقاش نديرو، غنوريكم الطريقه ديريكت. بغيت يو 2 3 يو ناقص 1 على يو زائد 2. لاحظ معايا، لاحظ معايا، عندي هنا واحد، باش عوضت ان، عوضت ان بصفر،
الا عندي جوج باش نعوض ان، فوالا غنعوض ان بواحد، غنعوض ان بواحد، غتولي عندي اش ثلاثة. منين غنجيب اي واحد غادي نرجع، هادشي علاش سميتها متتالية رجوعية، غادي نرجع للقيمة ديالو اللي حسبناها. بغيت اي واحد غادي نرجع للقيمة اللي هي خمسة على أربعة ناقص واحد، نعوضها أنا كذلك خمسة على أربعة زائد جوج، يعني اي واحد عوضناها بخمسة على أربعة. ثم غادي نحسب، غتعطيني ثلاثة في خمسة خمسطاش، خمسطاش ناقص أربعة غتعطينا الفوق حداش. المهم طبي هذا في الكالكولاتر غتعطيك الغيزولتا، أربعة في جوج تمنية، تمنية زائد خمسة غتعطينا 13. دونك عطاتنا 11 على 13 على 4 اختزالات. بغينا دابا يو 3، دابا وليتو عارفين واخدين بعدا فكره كيفاش كنحسبوا هاد لي تيرم. الا بغيت يو 3 غندير 3، ها انت كدير الشكل اللي عندك بحال كتحيد هاد ان، هذا ناقص 1 على يو زائد 2. قلنا بغيت 1 عوضت ب 0، بغيت 2 عوضت ب 1، بغيت 3 غنعوض تخي بيان، دونك غنعوض ب 2. ومنين غنجيب اي جوج؟ فوالا، دونك هو هذا اللي حسبناه. شوف معايا، اي صفر خديناه من المعطى، اي واحد خديناه من هنا، اي جوج غناخدوه من هنا، كيساوي ثلاثة في حداش على تلطاش ناقص واحد على حداش على تلطاش زائد جوج. طبي في كالكولاتر غتعطيك النتيجة، ثلاثة في حداش ثلاثة وثلاثين ناقص تلطاش غتعطينا عشرين، ثلاثة وثلاثين ناقص تلطاش غتعطينا عشرين. ثم 13 في 2 26 زائد 11 غتعطينا 37 26 زائد 11 غتعطينا 37. المهم انت طبقي هذا في الكالكولاتريس غتعطيك النتيجه 20 على 37. بغيتي يو 4 راه بنفس الطريقه، غدير 3 يو 3 على يو 3 زائد 2. بغيتي يو 5 غدير 3 يو 4 ناقص 1 على يو 4 زائد 2، وهكذا. يعني ذاك العدد اللي كندير هنا اللي قبل منه غنديرو هنا، درنا 1 غندير 0، درت 2 غندير 1، درت 3 غندير 2، درت 4 غندير 3، وهكذا. بهاد الطريقه باش كنحسبوا لي 4 بروميي تيرم اولا لي 3 بروميي تيرم. راه لو بروميي تيرم راه هو يو صفر، ولكن اللي تابعين دوك الثلاثه اللي تابعين هما يو 1 يو 2 يو 3. الا كان الاول هو يو 1 راه كيطلب منك تحسب يو 2 يو 3 يو 4 اولا غير جوج مثلا، اتفقنا؟ دونك ندوزو دابا لحاجه اخرى. المهم السؤال الاول كيكون هو تحسب يو 1 يو 2 يو 3 بهاد الطريقه هذه. السؤال الثاني او الحاجه الثانيه اللي خصك تعرف على لاسويت هي كيفاش كنبينو سويت ماجوري مينوري بورني. واش لا سويت تاع هي فيها ماجوري مينوري بورني؟ اه تاع لا سويت فيها ماجوري مينوري بورني، يعني متتاليه مكبوره وصغيره ومحدوده. اي عرفت بلي انكم شفتوهم في الدوال، ولكن شنو قلنا في الاول؟ ان المتتاليه عباره عن داله، يعني اش يعني ينطبق عليها ما ينطبق على الدوال، ينطبق عليها ما ينطبق على الدوال. عندنا دالة مكبورة كذلك متتالية مكبورة، دالة مصغورة متتالية مصغورة، وهكذا. دونك كيفاش غادي نبينو متتالية مكبورة ومصغورة ومحدودة؟ إن سويت ماجوري مينوري بورني، راه ما كيكونش السؤال، السؤال ما كيكونش هو مونتخي كو يعني إن سويت ماجوري ولا مينوري ولا بورني، لا، السؤال كيكون بهاد الطريقة هادي. دونك غادي ناخد واحد النموذج عندي هنا. دونك لا سويت عندي، لا سويت هي يو زيرو إتيكال دو un plus 1 est égal un plus 1 est égal 5 un moins 1 5 un moins 1 sur un plus 3. هادي هي لا سويت اللي كتعطاك انت في التمرين اللي كتكون عندك كمعطى. اشنو هو السؤال اللي يطلب منك؟ واش يقول لك بين لي ان un ماجوري ولا مينوري ولا بورني؟ لا، غادي يقول لك، غادي نطرح عليك هذا السؤال هذا، غادي يقول لك مونتخي، غنكتبو بالعربيه، مونتخي كو pour tout n appartient à n, un strictement supérieur à 1. Voilà, c'est l'un. Régulique, bayin, anna, li kulli n min n, un, akbar qat'an min wahid. Kifash gadi nbiyuna anna un akbar qat'an min wahid? Bash tbiyin, bash tbiyin. Un, it n suit majori, minori ou labourne, ou la bash tbiyin, par arbiya un, مكبورة أو مصغورة أو محدودة، اتفقنا؟ هنا ضروري أنك دير البرهان بالترجم. علاش؟ حيت شنو كيقول لك هنا؟ شنو خصك تبين؟ خصك تبين أن أو ديال كاع الأعداد الصحيحة الطبيعية أكبر من واحد، وما يمكنش ناخذ واحد 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 سميتها واحد البروبوزيسيون، واحد العبارة وندير ليها التعميم على جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية
غير هكاك ضروري خصنا البرهان بالترجع، البرانسيب دو ريكورونس. بالنسبه للناس السيزيام راه شافوه في الدرس الاول ديال لا لوجيك، بالنسبه للناس الباك راه درتوه العام اللي فات في لا لوجيك. كيفاش غادي ندير البرانسيب دو ريكورونس هنا؟ كيفاش غندير البرانسيب دو ريكورونس في لي سويت؟ دونك قلنا في البرانسيب دو ريكورونس باش غير نشرح المبدا، نشرح المبدا ونكتب الجواب ديالي. دونك اونصومبل باش خدام انا دابا شنو هي؟ هي ان اللي هي صفر واحد جوج ثلاثة حتى الان اللي تبع ان شنو هو؟ فوالا ان بلوس ان. وحنا غاديين باش انا نقول، باش انا نقول او ديال اي عدد صحيح طبيعي كبر من واحد، او ديال اي عدد صحيح طبيعي، اي عدد صحيح طبيعي كيفما كان نوعه، او ديالو غتكون كبر من واحد. مثلا ني واحد اي جوج اي ثلاثة وهكذا، يعني جميع الاعداد الصحيح الطبيعي ديالهم خص تكون كبر من واحد. اشنو خصني ندير؟ خصني نتحقق بعدا، نفيريفيو بعدا بالنسبة لو بخومي اليمون، لو بخومي نوبغ هنا، أول عدد هنا، نمشي نشوف إي ديالو، إي ديال أش؟ فوالا ديال هاد العدد، إي ديال صفر، نشوف واش كبر من واحد، نشوف واش كبر من واحد، ونرجعو نكملو الشرح ديالنا. بوغ إن إيكال زيرو، قلنا إي صفر، واش غنمشي نحسبها؟ لا، عندي كتساوي شحال؟ جوج، نتحقق واش جوج كبر من واحد. Puisque 2 strictement supérieur à 1, alors la proposition est vraie pour n égale 0. بالنسبة للعدد الأول العبارة ديالي صحيحة بالعربية. من أجل n تساوي صفر لدينا U صفر كتساوي 2، وبما أن 2 أكبر من 1 فإن العبارة صحيحة من أجل أن تساوي، من أجل أن تساوي صفر. دونك العبارة صحيحة من أجل أن تساوي صفر. نرجعو دابا للشرح ديالنا. أشنو قلنا؟ قلنا كنتاكدوا في الاول ديك العباره، ديك لا بروبوزيسيون اللي بغينا نعمموها على جميع الاعداد الصحيحه الطبيعيه، نتاكدوا انها صحيحه بالنسبه لاول عدد. وشنو غادي ندير؟ غادي نمشي ناخذ، واش غادي نجرب بالنسبه لواحد وجوج وثلاثه؟ لا، غنضيعوا الوقت ومستحيل اننا نكملوا، لان ما يمكنش تجرب جميع الاعداد الصحيحه الطبيعيه. اش كيقول لك البرانسيب دو ريكورونس؟ كيقول لك خذ واحد العدد، خذ واحد العدد، واحد العدد سميه ان، خذو. يعني شنو غتكتب؟ غتقول ليه سوا غادي نخدم سوا ان ابارتيان بالعربيه ليكون ان من ان. يعني غادي ناخذ هذا العدد هذا، وشنو غادي ندير؟ غادي نفترض، غادي نفترض ان او ديال هذا العدد اللي خديت اللي سميناه ان كبر من واحد. دونك غادي نفترضوا ان او ديال هذا كبر من واحد. اون سيبوز كو او ان كبر من واحد. بالعربية لنفترض أن يو ان كبر من واحد. وشنو خصني نبين؟ خصني نبين أن يو ديال العدد اللي تابعين، شنو هو العدد اللي تابعين؟ فوالا هو ان بلوس ان. خصني نبين أن يو ديال هاد العدد هذا، هاد العدد اللي سميتو ان زايد واحد، حتى هو كبر من واحد. يو اون مونتخ كو un plus 1 strictement supérieur à 1. ولنبين ان un زائد 1 اكبر من 1. هذا هو البرهان بالترجع. دابا الا بينا ان un زائد 1 اكبر من 1، راه صافي ساليت البرهان. غادي نقول حسب مبدا الترجع فان un اكبر من 1 لكل n من n. كيفاش دابا غادي نبينو هاد؟ المهم هذا هو المبدا ديال الترجع بهذه الطريقه باش كنصيغو. بقى لك غير تبين هذا كبر من هذا. الله يرضي عليكم، تفاداو التاطير. الله يرضي عليكم، تفاداو التاطير، لان التاطير كيصدق في بعض العمليات، في بعض التعابير ديال ان زائد واحد، ماشي ديما كيصدق. الطريقه الوحيده اللي كتصدق في جميع الحالات من غير الا كانوا عندك الجذور المربعه، هي انك دير الفرق ديالهم باش نبينوا انها اكبر من بي. يعني خصنا نبينوها ان ا ناقص بي اكبر من صفر. نمشيو نحسبوا الفرق.
قلنا لدينا غادي نمشيو نحسبوا يوان زائد واحد ناقص واحد. منين جبت انا هذا الشيء؟ هذا منين جبتو؟ من هنا. هذا نقصت منه هذا العدد، نقصت منه هذا العدد. انت الا عندك في التمرين ديالك جوج ولا اربعه ولا ثلاثه غادي ديروا يوان زائد واحد ناقص هذا العدد، اتفقنا؟ وشنو غادي نديرو؟ غادي نعوضوا يوان زائد واحد بالتعبير ديالها. منين غنجيب التعبير ديال يوان زائد واحد؟ ها هو عندي هنا، دونك اللي هو 5 يوان ناقص واحد على يوان زائد 3 ناقص واحد. ثم غادي نوحد، غادي نوحد المقام. كيفاش غادي نوحد المقام؟ هاد العدد هذا الله يرضي عليك خليه، دونك 5 يوان موان زا موان غتكتب هذا كاملا ناقص عندها واحد، اخر عدد هنا هو ناقص واحد، غندير عامل يوان زائد 3 مقسوم على ماذا؟ على يوان زائد 3. ثم غادي ننشر، ثم غادي ننشر. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا 5 يوان ناقص واحد. عندكم الله يرضي عليكم هاد الجوج ما كيتحسبوش، ناقص واحد ناقص واحد عندك دير فيها ناقص جوج، لا ما كتحسبش. خلي هذا هانتا، هذا خليه ناقص، غنمشي ننشر واحد في يوان ناقص يوان ناقص في زائد ناقص 3 على يوان زائد 3. شنو غتعطيني؟ 5 يوان ناقص يوان، تخي بيان، هي 2 يوان ناقص واحد ناقص 3 هي ناقص 4. هاتي نشوف ياك ما غلطت في شي حاجه. عفوا، 5 ناقص يوان غتعطيني 4 يوان، دونك على يوان زائد 3 شنو غتعطيني؟ غنعمل ب 4 غتعطيني 4 يوان ناقص واحد على يوان زائد 3. وريك كيفاش تحل المقام، تبسيط ديال هاد الشيء هذا، بقى عليك انت يعني كتجمع فقط اللي فيهم يوان مع اللي فيهم يوان الاعداد بوحدهم. وشنو غادي ندير؟ غندرس الاشاره، غندرسوا الاشاره ديال هاد النتيجه اللي عندي هنا، هاد الخارج هذا ندرسوا الاشاره ديالو. منين غندرس الاشاره ديالو؟ كيفاش غادي ندير ندرس الاشاره ديالو؟ غادي نخدمو بالافتراض، هذا هو الدور ديال الافتراض ديالنا. افترضنا ان يوان كبر من واحد، يعني افترضنا انها صحيحه، دونك غادي ناخدوها وغندرسوا بها الاشاره ديال هذا التعبير هذا. غادي نقول ليه بويسكو يوان كبر من واحد، انا لحد الساعه ما كنشوفش انا في هذا الشيء هذا، انا كناخذ الافتراض في يوان كبر من واحد، كناخذ كبر من واحد في محصوره، كناخذ محصوره فيها اصغر، كناخذ اصغر اللي كاين في الافتراض كناخذو. بما ان شنو غندير؟ غادي نحول ما امكن، ماشي غادي ندير التاطير ديال هذا الشيء كله، لا لا، غادي ندرس الاشاره. 4 راه موجب، غندرس الاشاره ديال هذا وندرس الاشاره ديال هذا، كل واحد غادي ندرسو الاشاره ديالو بوحدو. شنو غادي ندير؟ عندي يو ان ناقص واحد وانا عندي غير يو ان، دونك شنو غندير؟ غنقص واحد في الطرفين، وغادي معكم غير خطوه خطوه، غنقص واحد هنا ونقص واحد هنا. الا عندك ناقص 8 نقص 8، عندك زائد 17 زيد 17 اللي عندك ديرو. تكافي يو ان ناقص واحد اكبر من ماذا؟ من الصفر. نمشيو للثاني ونقول لكم اشنو نحتاجو، يعني اشنو نديرو بهاد النتائج هادو. بنفس الطريقه المقام عندي فيه يو ان زائد 3، انا يو ان عندي، الا عندي ناقص كنقص، الا عندي زائد كنزيد، الا عندي الضرب كندير الضرب. اشنو غنزيدو؟ غنزيدو 3 في الطرفين. شنو غتعطيني؟ غتعطيني يو ان زائد 3 اكبر من 4. مزيان، هاد الشيء اللي درت هنا شنو هو الدور ديالهم؟ شنو بغيت نعرف دابا؟ يكفي ان نعرف اشاره البسط واشاره المقام. شوف معايا، عندي يو ان ناقص واحد كبر من صفر، يعني اش؟ يعني ان هذا موجب، نديروها صغار اكبر ولا سيمون نديرو موجب، كنكتبوها غير بقلم الرصاص باش غير تعرف الافكار ديالك، تنظم الافكار. موجب سيمون ديرها اكبر من الصفر، هادشي كدير غير بقلم الرصاص باش غير تنظم تنظم الافكار، الافكار ديالك. عندي يو ان زائد 3 كبر من 4، واش غنمشي ندير هنا كبر من 4؟ لا، ماشي بالضروره. انا اللي كيهمني واش موجب ولا سالب. واش عندي يو ان زائد 3 كبر من 4؟ يعني عدد موجب، هذا كيتقول لي سالب. موجب على موجب، عندي البسط موجب والمقام موجب، فوالا، دونك غتعطينا عدد موجب. اذا يو ان زائد 1 ناقص 1 عدد موجب، اي اكبر من الصفر، اتفقنا؟ اي اكبر من الصفر. نجيو نكملو هنا،
بما أن فإن ممكن نكتبو ألوغ أشنو استنتجنا؟ أن يون زايد واحد ناقص واحد أكبر من الصفر، ومن يون زايد واحد أكبر من واحد دو. وبالتالي حسب مبدأ الترجع لكل ان من ان، يون اكبر قطعة من واحد. دابخي لو برانسيب، دو ريكورونس pour tout n appartient à n، un strictement supérieur à n. بهذه الطريقة هذه باش كنبينوا أن un أكبر من عدد. غادي نشوفوا المثال الثاني، إلى عطاك un محصورة ما بين عددين كيفاش غادي نخدموا، ولا كيفاش غادي نبين أن un محصورة ما بين عددين. هنا الخدمة اللي درنا هنا كل شيء كيقول بحال بين أجلين تساوي صفر كتخدم عادي. حتى هنا الافتراض كتفترض ان يون محصوره ما بين دوك العددين، وكتبين ان يون زائد واحد محصور ما بين نفس العددين. الخدمه كتكون هنا، كتكون جوج المرات، يعني كتبين ان يون مكبوره ومصغوره، كتبين ان يون ماجوري ومينوري، ثم في النهايه كتلصق النتيجتين وكتسالي الريزونمون ديالك. يعني الاشكال فين غادي يكون عندكم؟ الاشكال غادي يكون عندكم في هذا الطرح هذا، هاد يون زائد واحد ناقص العدد. كاين اللي ما كيعرفش يوحد المقام ويبسط هاد الكتابه هادي، الا عرفتي قدرتي انك تبسط هاد الكتابه ودرت الاشاره ديالها، البرهان راه غادي يكون عندك بزاف. دونك ندوزو للمثال الثاني. دونك دوزيام اكزومبل، غادي نشوفو فيه يوان. دوزيام اكزومبل غادي ناخدو فيه يوان، دونك يو زيرو est égal à 1 sur 2, u0 كتساوي 1 على جوج، u1 زائد 1 كتساوي 2، 2 u1 زائد 3، 2 u1 زائد 3 على u1 زائد 4، على u1 زائد 4 لكل n من n، لكل n من n. ممكن دير هنا واحد ودير n نجمة، المهم شوف انت، المهم انا خديت هادشي هنا. دونك شنو غادي ندير؟ نفس الطريقة بعدا نكتبو السؤال. السؤال هو مونتخي كو بوغ دو تان ابارتيان ا ان، يو ان محصورة ما بين صفر وواحد. انا نشوف فوالا هادشي اللي عندي، بين ان هذا هو السؤال. كيفاش غنبينو هادشي هذا؟ بالبرهان بالترجع، من اجل ان تساوي صفر. الا عندك ان نجمه راه كدير ان تساوي واحد. شوف مع لو برومي تيرم الحد الاول الا كان اي واحد راه كدير من اجل ان تساوي واحد. شنو عندنا؟ لدينا يو صفر كتساوي واحد على جوج. بما ان واحد على اثنان محصوره ما بين صفر وواحد، فان العباره صحيحه من اجل ان تساوي صفر. Pour n égale 0, on a u0 est égal à 1 sur 2, puisque 1 sur 2 compris entre 0 et 1, alors la proposition est vraie pour n égale 0. مرحلة التحقق دازت. نمشيو دابا ليكون ان من ان، كنفيكسيو العنصر باش نخدمو. ليكون الله يرضي عليك، ليكون ان من ان، ماشي كنديرو بوغ توت، لا، ليكون كنمشيو كناخد واحد العدد، واحد العدد، المهم حنا سميناه ان، اتفقنا؟ كناخد واحد العدد من ديك المجموعة ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية، واحد العدد سميناه ان، سوا ان ابارتيان ان. نفترض أن ماذا؟ أن ان محصورة ما بين صفر وواحد، أن U ديال هاد العدد محصور ما بين صفر وواحد. On suppose كو، ولنبين أن UN زائد واحد محصورة ما بين صفر وواحد. On montre كو
صافي، وكاني نفس هادشي اللي درنا هنا غنعاودو، غير هنا باش تبين هادي ماشي بالتقطير، ماشي بالتقطير، التقطير كتصدق في بعض الحالات، في بعض الحالات والحالات الأخرى لا، دونك غادي نخدموها كيما خدمنا المثال الأول. دونك بداية شنو غنبينو؟ نبينو هدفهم، يا إما نبينو أكبر من صفر أو لا أصغر من واحد. بداية نبينو هاد النص يو إن زايد واحد أصغر من واحد. دونك مونطخون كو ماشي بوغ توت، لا 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 لا، عندك لا دير بوغ توت وكذا، لا دير غير هذا يو إن زايد واحد أصغر من واحد. لنبين لنا كيتشكاو الكلام، كيقول لك كتكتب بالفرنسيه ما كتكتب لينا بالعربيه، دونك هنا نكتبو بالعربيه وبالفرنسيه. كيفاش غادي نبينو هذا كما بينا في المثال السابق؟ يعني غتوقفنا فيديو خدمو انت وتشوف شنو يعطي. يو ان زائد واحد ناقص واحد كتساوي، غنعوضو يو ان زائد واحد بالتعبير اللي عندنا، اثنان يو ان زائد ثلاثه على يو ان زائد اربعه ناقص واحد. وحد المقام، يعني شنو كنقصد بتوحيد المقام؟ ها انت غتكتب هذا كاملا، هادشي كلشي اللي عندك الفوق، ها هو اثنان يو ان زائد ثلاثة ناقص واحد هو اللي عندي الفوق، غتفتح القوس وغتكتب هذا يو ان زائد اربعة على يو ان زائد اربعة، شنو غتعطينا؟ غتعطينا اثنان يو ان زائد ثلاثة ناقص يو ان ناقص اربعة على يو ان زائد اربعة، وغتعطينا جوج ناقص واحد هي يو ان، ثلاثة ناقص أربعة هي ناقص واحد على يو ان زائد أربعة. وكيفاش ندرسو الإشارة؟ بنفس الطريقة اللي درنا، بويسكو غير هنا ماشي حيت أنا خدمت في أصغر من واحد ومشي ناخد أصغر من واحد، لا لا، الافتراض كناخدوه كله كاملا ما كنحيدو منه حتى حاجة، حيت فرضنا أن يو ان محصور ما بين صفر وواحد غادي ناخدها كلها، غادي نقول بويسكو يو ان كومبخي اونتخ زيرو و ان تكافئ ماذا؟ هنا غادي نخدم ديريكت، عندي يو ان ناقص واحد، يعني غادي نقص واحد في كل شيء، غادي نقص صفر ناقص واحد، ناقص واحد، يو ان موان زان، وهنا واحد ناقص واحد غتعطينا صفر، يعني نقصت واحد من جميع الأطراف. نعاودو الخدمة بالنسبة للمقام، عندي يو ان محصور ما بين صفر وواحد، شنو عندي؟ عندي يو ان زائد ربعة، يعني غادي نزيد ربعة في كل شيء، صفر زائد ربعة، ربعة، يو ان زائد ربعة، ثم واحد زائد ربعة غتعطينا خمسة. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن يو ان ناقص واحد، شوف محصور ما بين، محصور ما بين عدد سالب وصفر، إذا هذا عدد سالب، و يو ان زائد ربعة محصور ما بين ربعة وخمسة يعني موجب، السالب على الموجب سالب، إذا هذا أصغر من الصفر، و دونك فإن يو ان زائد واحد ناقص واحد أصغر من الصفر، ومن يو ان زائد واحد أصغر من واحد، ألو دو، وهادي نسميها واحد. نمشي دابا نبينو أخرى، شنو غنبينو؟ غنبينو أن يو ان زائد واحد كبر من صفر، غنبينو أن يو ان زائد واحد كبر من صفر. مونطخون كو يو ان بلس ان ستريكتومون سوبيور ا زيرو، لنبين ان كيفاش غنبينو ان يو ان زائد واحد كبر من صفر؟ بنفس الطريقة، غير هنا يو ان ناقص صفر ما غتعطينا والو، ماشي غادي نوحد المقام صفر، دونك غنديرو لنا يو ان زائد واحد ناقص صفر هي يو ان زائد واحد كتساوي اثنان يو ان زائد ثلاثة على يو ان زائد ربعة، ثم غادي ندرس الإشارة ديال هاد الشيء هذا حيت ما نقصنا والو، حيت ناقص صفر ما كاين والو، نمشي ندرس الإشارة ديال هذا التعبير. بويسكو نفس الطريقة، يو ان محصور ما بين صفر وواحد يكافي، هنا غتلاحظ ما عنديش يو ان زائد عدد أو ناقص عدد، وإنما عندي اثنان يو ان زائد ثلاثة، يعني الأسبقية للضرب، غادي نضرب بعدا الأطراف كلهم في جوج. دونك غنضربو الأطراف كلهم في جوج، دونك غتعطينا اثنان في صفر، اثنان يو ان، اثنان في واحد، دونك صفر، اثنان يو ان، دونك هنا تعطيني اثنان، ثم غادي نزيد ثلاثة، صفر زائد ثلاثة ثلاثة، اثنان يو ان زائد ثلاثة، ثم اثنان زائد ثلاثة غتعطيني خمسة،
هنا غتعطينا خمسة، وعندنا كذلك نمشيو دابا للمقام. المقام ديجا راه اطرناه، ها هو راه عندي يوان زائد 4 محصور ما بين 4 و 5، محصور ما بين 4 و 5. شنو كيعني هذا؟ اثنان يوان زائد 3 محصور ما بين عددين موجبين، يعني هذا عدد موجب، و يوان زائد 4 محصور ما بين 4 و 5 يعني عدد موجب. موجب على موجب موجب، اذا يوان زائد 1 اكبر من الصفر، فان يوان زائد 1 اكبر من الصفر. الوغ يو ان بلس 1 ستريكتومون سوبيور ا 0، نسميو هادي جوج. دابا من واحد و اثنان شنو لقينا؟ فوالا يو ان زائد واحد، لقينا ان يو ان زائد واحد محصورة ما بيناش. من واحد و اثنان لدينا دابخي ان اي دو، قلنا شنو لقينا؟ ان يو ان زائد واحد محصورة ما بين صفر و واحد، ومن حسب مبدا الترجع لكل ان من ان، يو ان محصورة ما بين صفر و واحد، دو دابخي لو برانسيب، دو ريكورونس، On a pour tout n appartient à n, un entre 0 et 1. Donc voilà la manière dont je vais vous montrer les grands, les petits, les limites. Donc nous allons voir les règles de cette vidéo. J'espère que vous allez bien, bien, parce que vous êtes toujours dans les détails, surtout dans les détails de la vie. Vous êtes toujours dans la question de savoir si un grand ou un petit est plus grand ou plus petit que le nombre ou le nombre entre deux. في الفيديو الموالي ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا كيفاش كنبينوا متتاليه تناقصيه تزايديه، وكيفاش كنستنتجوا ان المتتاليه المتقاربه بالنسبه لنفس البكالوريا، لان في هذا الفيديو هذا مشترك فيه هذا الفيديو هذا مشتركين فيه الناس ديال السيزيام والناس البكالوريا. بالنسبه للفيديو الموالي ان شاء الله حتى هو غيكون مخصص للناس السيزيام والناس البكالوريا، غير غتزاد ديك ان المتتاليه المتقاربه بوي دي دوغ تتمه السؤال ملي كيقول لك لا مونوتوني، كيقول لك داك السؤال بوي دي دوغ كو que la suite UN est convergente. هاد السؤال هو اللي تزاد عند الناس البكالوريا، وغادي نحاول ما امكن اننا نخدموا واحد جوج الامثله، ومن بعد غادي نشوفوا طبيعه المتتاليه في UN، امتى كتكون حسابيه، امتى كتكون هندسيه، يعني امتى كتكون اريثميتيك، امتى كتكون جيومتريك، وشنو هو لو تيرم جينيرال ديالها، الحد العام، وشنو هو لا سوم ديالها. دونك هادشي كله ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا في الفيديوهات.